سالي، مساحتنا الثانية خصصناها لعالم الطفولة، مرحلة ما قبل المدرسة أو المرحلة التي تعرف بمرحلة الحضانة. هي من أهم المراحل يلي بتصقل شخصية الطفل وبتساعده على اكتساب المزيد من الخبرات الحياتية. اليوم رح نتعرف على أحدث النماذج التعليمية الموجودة في سوريا، ومنها المركز الإقليمي للطفولة المبكرة مع السيدة شيرين شاهين، وهي مربية في المركز الإقليمي للطفولة المبكرة. يسعد صباحك. صباح وأهلا وسهلا فيك. صباحكم. أهلا وسهلا فيكي بفقرتنا لليوم اللي بتخص مساحة كتير مهمة، هي الأطفال أو الطفولة. خلينا بالبداية نحكي عن المركز الإقليمي، نعرف مشاهدينا عن المركز الإقليمي للطفولة. تفضلي. المركز الإقليمي هو مركز إقليمي بحثي تدريبي يسعى للنهوض بواقع الطفولة المبكرة. طبعا هو يتبع لوزارة التربية بإشراف اليونسكو. نحن بالمرحلة الجنينية من الصفر لثمان سنوات، يعني الصفر قصدي المرحلة الجنينية من صفر لثمان سنوات. خلينا نتعرف يمكن على أحدث الأساليب المتبعة بالمركز. هلأ هي أحدث الأساليب المتبعة، نحن دائما في عنا تطور، في نعرف نحن أنه في تطور دائما، ما منضل على وتيرة معينة أكيد. لذلك نحن دائما كل سنة عم يكون في تطوير لأسلوبنا، وعم يكون في تطوير لطرائق اللي عم نحن نعطي فيها الأطفال. طبعا أنا بنختلف أنه نحن ما عم نعمل، ما في طرائق تعليمية للأطفال. نحن بنشتغل على المهارات الحياتية، بنشتغل على التعلم الذاتي، بنشتغل على التعلم التعاوني، على التعلم النشط. يعني الطفل بيتلقى المعلومة هو بيكتشفها، ما نحن بنقعد نحن بنحكي ساعة وبعدين آخر شيء الطفل هو بيقعد بس متلقي. الطفل أكيد هو عم بيكون مشارك بالعملية التعليمية معنا. تماما. شيرين، خلينا هيك نحكي بشكل هيك مبسط عن المركز بشكل عام، بس نقول نحن مركز، فنحن في خطط منهجية معينة عم يقوم فيها المركز لتأهيل الطفل لممارسة أي عمل، سواء كان بالبيبروز مثل ما بيقولوا، بعدين ليصير يمسك القلم ويدرس. في أساليب معينة بتقوموا حضرتكم فيها، وفي كوادر مؤهلة. صحيح. بشكل هيك مبسط خلينا نحكي. صحيح. هلا نحن عندنا 3 سنوات واربع سنوات وخمس سنوات، فئة أولى وفئة ثانية وفئة ثالثة. بعمر 3 سنوات اللي هو 3 سنين، فالفئة الأولى الطفل نحن بنهيئه لمسك القلم، يعني كل الأنشطة اللي نحن عم نشتغل عليها هي بتكون تهيئة لمسك القلم. هي بقدر ما هي أنشطة بسيطة، ولكن الطفل بيطلع على الفئة الثانية اللي وقت بيكون عمره 4 سنين بيمسك القلم بطريقة مريحة، ما نحن نجبره على مسك القلم. صحيح. ومن ضمنها طبعا في عنا الكرات الاسفنجيه الصغيره، قديش هي انه نحن قديش بيلعب الطفل فيها، بس نحن ما بنعرف انه قديش في لها اهميه. اكيد. وقت الطفل بيمسكها وبيشتغل هيك عليها، فهي هدول عضلات الدقيقه عم تتنمى، لانه نحن بدنا نعرف انه وقت بيمسك الطفل القلم هو بيمسكه بهدول الاصابع. صحيح. اذا ما كانوا يعني عم يشتغل فيهم بطريقه هي سهله ومريحه، فحيكون عليه صعب. نحن بنعرف انه في روضات ثانيه الطفل من اول ما بيجي على الروضه فهو بيمسك قلم ويكتب. طب نحن ما اعطيناه بعض التمارين البسيطه اللي هي بتهيئه لمسك القلم ولكن بطريقه مريحه. في عندنا المعجون، الطفل بده يمسك المعجون يشتغل بايديه، قديش المعجونه هي طريه، فهو عم يحركها مثل ما بده، فهي عم تتنمى العضلات الدقيقه. الالوان المائيه قديش هي متعه للطفل، هو عم يمسك الفرشاه ولكن ما عم يمسك ليكتب شيء معين، عم يمسك لحتى يلون بالطريقه المريحه لإله، فهو تهيئ بشكل غير مباشر ليمسك القلم. طبعا في عندنا كثير انشطه نحن كمان بنشتغل عليها، انشطه المهارات الحياتيه، يعني ودائما نحن بنربطها بالخبرات اللي نحن عم نعطيها. على سبيل المثال نحن عم نعطي في خبره غذائي وصحتي، بنطلب من الاطفال يحضروا خضار معينه، والاطفال هن بيشتغلوا بايديهم، يعني بتلاقي اطفال عم تقطع ورق النعنع، قديش هو سهل، بتلاقي الام بدها تلحي ابنها بتعطيه الموبايل روح العب انه بس لحتى ترتاح شوي. انت وقت بتجيبي ابنك لحتى يشتغل معك، فهو انت عم تنمي عنده شيء، هو عم يشتغل معك وبنفس الوقت عم تنمي عنده هدول العضلات الصغيره وعم يساعده هيك، بيعرف كمان بامور حياته انه شو عم يصير. بيقطعوا خس، مجموعة بتقطع بتفرط ورق النعنع، مجموعة ممكن تقطع بندورة، فهي هي القصص. طبعا احنا كمان بننمي العمل الجماعي بين الأطفال. طبعا هذا بعمر 3 سنوات، وحتى الطفل بس يرجع على البيت انه بيقول لي لأمه انا هيك عملت، فهي الام ما بتتوقع انه الطفل بعمر 3 سنوات قادر يعمل هيك، فنحن كمان اعطيناها خلفيه انه انت بعمر هذا. صحيح. العمر فممكن انت تعملي هيك. بعمر 4 سنوات لا، هو الطفل قادر يمسك القلم ولكن نحن ما بنجبره،
لانه هو بعمر 3 سنوات هو تمكن من خلال التمارين اللي احنا عم نعطيه اياها، طلع على 4 سنوات بيقدر يمسك القلم هو مرتاح. نحن ما راح اقول له امسك القلم واكتب، لا هو بيمسك القلم هو مرتاح، اي شيء ممكن يمسكه يوصل يلون. طبعا ما بدنا نكتب بطريقه بحذافيرها. تماما. يمكن حكينا كثير عن طرق للتعليم التفاعلي والنشاط، رح ننتقل لنشوف الماده التاليه من المركز الاقليمي للطفوله المبكره وبنرجع بنكفي حديثنا. أوكي. يعني بعد ما تابعنا المادة التالية شيرين، شفنا أطفال بعمر معين قاعدين مع بعض عم يرسموا عم يتعلموا عم يكتبوا. خلينا نتطرق لموضوع شوي حساس اللي هو العامل النفسي للطفل في حب الشيء أو في حب الروضة أو المدرسة. يمكن من الصغر بيلقط الطفل هذا الشيء، فإذا كان هذا الشيء فيه محبة فهو حب أنه يجي على المدرسة، حب أنه يتعلم. قديش تقع على عاتقكم مسؤولية كتير كبيرة بأنه تحببوا الطفل بالشيء الذي يفعله؟ يعني خلينا نحكي هذا الشيء. هلا اكيد العامل النفسي له دور كثير كبير بمحبه الطفل للروضه، خصوصا بعمر 3 سنوات. 3 سنوات الطفل عم يترك امه وعم يجي على الروضه، عم يتعرف على اشخاص جداد، مربيه جديده، فحم يكون له رده فعل. نحن اكيد بهذا الوقت بدنا نحتضن الطفل، بدنا نعطيه حنان، بدنا نعطيه شو ما قال، حتى اي تصرف بيتصرف الطفل نحن رح نتقبله، لانه هو بوضع انه هو تارك امه وجاي، فعم يشوف كل الاشخاص حواليه غريبين، بس وقت عم يشوف بكل نهار انه في عم يتقدم له هي الرعايه وهي الحمايه وهي العنايه، ونحن دائما عم نكون حنونين معه، شو ما حكى الطفل عم نكون دائما يعني اي حديث بيحكي الطفل نحن بنعطيه اهميه. حتى وقت بدنا نحكي مع الطفل، يعني ما بيكون الطفل هون انا على مستوى نظري اعلى منه بحكي هيك، لا انا بوطي شوي لمستوى نظر الطفل وبحكي معه وبعطي حديثه اهميه. شو ما كان حديثه، ممكن حابب فكره يوصل لي اياها، اللي امبارح اكلت مثلا رز، فانا له انه برافو عليك، هو في شيء حابب يوصله،
انا وقت بعطي حديثه اهميه فهو حينبسط، وقت بدي احتضنه، وقت بعطيه هي العنايه، وقت بينبسط فهو حيشوف كل نهار انه انا مبسوط في الروضه، عم بتعرف على رفقات جداد، المربيه حتكون كثير انه هي نفسيتها حلوه معي، عم تضحك دائما معي، عم نلعب دائما مع بعض، فهو ما تصدق قديش الطفل هذا القصه كثير بتعمل اثر ايجابي عند الطفل. بصير يوم اللي بده يكون هو مرضان انه لا انا بدي اروح على الروضه، بتقول له الماما يا ماما انت مرضان، الا لا انا بدي اروح على الروضه، ما بدي، فما بيرضى يغيب ولا يوم. حتى اذا الاهل بيعمل الطفل شيء معين، مثلا ما ضب العابه، بتقول له المس امه بدي الى بكره للمس، فهو لا خلص بيضبهم، مو خوف منها، هو خوف من زعله لانه هو بحبها. طبعا هاي النقطه كثير مهمه، انت وقت بتحب الطفل بيشتغل شيء خوفا من زعلك او خوف منك، فهو وقت بخاف من زعلك فهو بيعمل اي شيء، فانت معناته انت مأثره فيه، انت عاطيتيه مثل ما انت بتعطي للطفل، فهو بده يبادلك نفس الشعور 100%. فاكيد هذا العامل النفسي له كثير دور مهم. يعني اكيد بالعمليه التربويه ما فينا ننكر دور المعلم واسلوبه ويمكن وطريقه تفاعله مع الاطفال. خلينا نحكي كمان عن موضوع اساليب التدريس القديمه، هل تم الغائها ام تم التعديل عليها؟ هلا انا بختلف معك باساليب التدريس، لانه نحن بالروضه ما في شيء عنا اسمه اساليب تدريس، في عنا طرق تعليميه تعلميه. لانه الطفل هو عم يتعلم تعلم ذاتي، كيف يعني انه نحن الاساليب التقليديه او التلقينيه كان المعلم هو محور العمليه التعليميه. يعني كان دائما هو عم يشرح والاطفال او الطلاب قاعدين عم يسمعوا له، ما في اي شيء من الطلاب ما عم يشتغلوا شيء غير انه عم يسمعوا. نحن عنا هون لا، نحن الطفل هو بدور له دور فاعل، نحن في عنا شيء اسمه موجه ولعب غير موجه، يعني انا ممكن عندي نشاط معين انا بحكي جزء بسيط من المعلومه وباقي النهار باقي النشاط الاطفال هن بيطبقوا معي. على سبيل المثال عندي اليوم عندي خضار وفاكهه، فانا بعطيهم ممكن عن طريق لعبه، كمان اكيد نحن ما رح نشرحها بحكي، ممكن عن طريق حزوره بنحزر نوع خضار وفاكهه هن بيحزروه، هن عم يتفاعلوا معنا، بنجيب المجسمات بيعرفوها اكثر. اذا انا بدي اخذ تغذيه راجعه من الطفل فانا ممكن اوزع الاطفال لمجموعات واضع قدامهم مجسمات او صور، فهن بدهم يفرزوا الخضار مثلا عن الفاكهه، فهن الاطفال اشتغلوا بايديهم، الطفل وقت بيشتغل بايديه فانت مستحيل ينسى هي المعلومه. امبارح عمري 3 سنوات تعرفنا من كان عندنا خبره اسمها فصل الخريف، فمن اوراق الوان فصل الوان اوراق فصل الخريف هو اللون البرتقالي، هو من الالوان الاساسيه بدنا ندمج اللون الاصفر مع اللون الاحمر، فهو صعب اذا ما هن الاطفال اشتغلوا بايديهم. فنحن اعطيناهم اعطيناهم لبسناهم المرايل واعطيناهم، ما تشوفي امبارح قديش الاطفال كانوا كثير مبسوطين، 3 سنوات ماسكين الفرشايه وعم يحطوا احمر وعم يحطوا اصفر، اه طلع برتقالي، هاي المعلومه مستحيل ينساها لانه هو عم يجرب بايده. اكيد اكيد هو عم يكون له دور فاعل بالعمليه التعلميه، لانه نحن عم يكون له عم يشاركنا، مو كل وقت انا عم بعطي. كمان في عنا شيء اسمه الألعاب الحركية، الألعاب الحركية كمان إلى علاقة بالخبرات اللي عم نعطيها، نحن بدنا نوصل معلومة للطفل وبدنا ناخذها منه بس بطريقة لعبة. نعم. يعني مثلا عم نحكي نحن كنا على ملابس فصل الخريف، فنحن ممكن نحضر سلة والأطفال بدهم فيها ملابس لفصل الخريف وفصل الصيف، هنن حيقيموا ملابس فصل الصيف ويروح يحطوها بالسلة المقابلة، فأنت ضمنت إنه عم يلعبوا وبتقبلوا الفوز والخسارة لأنه ما في حدا خاسر ولا في حدا فايز، وبنفس الوقت انت وصلتي هاي المعلومه بطريقه من خلال لعبه يعني. تمام. فاكيد صحيح، اكيد ممكن نحقق لطفل بسمه وسعاده من خلال يمكن التعامل معه بطريقه انه هو يقدر يشتغل بايده. التعامل مع الطفل هو من السهل الممتنع. أكيد. لازم يكون في شوي دقه. صحيح. بالتعامل مع الطفل، هذا المخلوق خلينا نقول الحساس النقي. صحيح. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا شيرين، نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يا رب بالمركز الاقليمي هيك يكبر اكثر ونشوفه اكبر من هيك. شكرا لكم، شكرا كثير لك. شكرا لك.